يلاه بداو. ما نقدرش نقول لك يمكن حيت انا صورت كاين حويجات غيكونوا زوينين ان شاء الله باذن الله عند الناس، ولكن ما يمكنش نحكموا لان كتبقى المساله الحلقه الاولى. دائما الحلقه الاولى هي بحال كنفسروا الشخوص اللي كاينين في المسلسل، كيبداو الحلقات حتى 4 5 6 ساعات كيبداو الحلقات. بانوا نقول لك واحد القضيه، نحاول ما يمكن اني مثلا في حديده نكون مغاير مثلا على سيت كوم همي ولاد عمي، نكون مغاير على المسلسل اللي كاين دابا ديال الماضي لا يموت. انا لاعب واحد الشخصيه عندها 70 عام في العمر، الشكل ديالها وفي الكاريزما وفي الوجهه وهذا، وكتحاول انك تتمتع انت. انا كنتمتع قبل، كنتمتع انا بدوك الشخصيات عاد الناس معاك مثلا اللي كي تشوف انك كاين الصدق، الا كان الصدق راه غيتقبلوا، ما كان الصدق راه غير بيبوهاش. كنت نخدم من قلبي شويه، هذا هو اللي كاين. بعض المرات انا كنخدم شويه من قلبي وتنخدم، ولا تنخاف من رد الفعل ديال الناس، رغم ما كنسمع الارقام اللي كتقول مثلا الحنش 700,000، كتقول دابا انا الفيلم عندي دابا درت فيه 200,000 في 5 سيمانات، يعني كاين واحد الجمهور اللي كيعشقك، فراه كتخاف انك دير شي حاجه اللي تكون مبتذله ولا شي حاجه اللي ما تخيسوش، والحاجه اللي كتخرج من القلب راه كتوصل عند الجمهور المغربي للقلب. هذا الشيء اللي كاين. وين الله دخلت باش ندير لا بروموسيون للفيلم، يعني الفيلم كان خدامه بوحدو فضل الله سبحانه وتعالى والناس. ملي قالت لي الموزعه 200,000 انا راه فاجاتني، يكون هو 200,000 والفيلم الثاني اللي تابعو الدوزيام يكون 19,000. يعني بدات السينما المغربيه، يعني فيلم مغربي بدا الناس كيتفرجوا فيه، والناس مابقاش كتبغي تتفرج افلام اوروبيه ولا مصريه. تيق مني دابا الفيلم المغربي هو اللي كيدير السوكسي عند الناس. عندي سيدي فيلم سميتو لو بورجوا، غادي يخرج ان شاء الله قريبا. هو لو بورجوا كنهضر مع على الاغاني اللي ولات كدير البوز بدوك الكلمات الساقطه وكدير البوز، وان هذا المفروض خص المغني اللي يديروه. انا اضطرينا اننا نديروا هذا الفيلم، وعندي دي تيموا غادي يكونوا مفاجاه الناس، مغنيين كبار اللي غادي يكونوا حاضرين معايا في الفيلم. وعندي فيلم سميتو تشارمان مول الكرسي، هذا فيلم تفتتح في تورنتو، هذا فيلم تنعتبره سينما دوتور، ستيل خور في الافلام السينمائيه، يعني منتج ايطالي مغربي. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الى دخل المغرب الجمهور يتفرج يشوف لي ديكور، يشوف يمكن ليستوار شويه كومبليكي ولكن الموضوع مزيان. لا انا ما نقدرش نخرج فيلم حتى كيسالي الفيلم هذا، يعني ما يمكنش، حتى انا مسعود وسعيد وسعيد هو غير منتج، زعما منتج خاص، يعني ماشي مع المركز السينمائي، فما يمكنش تحيدوا الناس مازال كتجيني باش تخرج فيلم اخر. فانا كنحاولوا حنا والموزعه والمنتج ان نقادوا لي دات، يعني يقدر يجي حتى اللعب الجاي، يعني انا ما عنديش مشكل. افلامنا الحمد لله كدير 6 شهور 7 شهور 8 شهور عام الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. اكيد ان حتى الفيلم غادي يعيش والجاليه المغربيه غتدخل باغا تشوفه. وانا يلاه كنت مكرم مع احمد بيدر في ايطاليا وديت فيلم تلحش، وكان واحد رد فعل ديال المغاربه سبحان الله، زعما كنقول علاش ما يتمش توزيع الفيلم المغربي برا، علاش يعني في السينمات برا، علاش كيف طاري لمصر توزيعهم بدول الخليج؟ انا توزعنا برا اكيد اننا كاع الممثلين غيشتغلوا وغيكون داك الشيء زوين وراقي. الاشكاليه في التوزيع، المشكل الاشكاليه في التوزيع، يعني باقا ما عندناش ديك، احنا باقي عندنا موزعه وحده ايمان المصباحي اللي كتوزع بالشكل نيت توزيع سينمائي بحكم انها عاشت في مصر ووزعت افلام كبار في مصر وعندها يعني ثقافه توزيع. احنا مازال ما عندناش الثقافه، والناس في المغاربه كيطلبونا نديروا افلام سينما تبارك الله في اوروبا. ما نعاودش ليك يعني راه بحال هكا كيف ناجحين المصريين، ما ناجحينش بلادهم وما ناجحين في الخليج، يعني كاينين دي صالات سينما اللي كتوزع افلامهم. شكرا للجمهور لاله مولاتي وللشرف اني نكون حاضر معهم اليوم في هذا الفطور هذا بمناسبه رمضان. تنقول لكم الصحه والسلامه وطول العمر لكم كاملين، وشكرا لاي واحد يعني ساهم في نجاح واحد لعب ضعيف عزيز داداس. كنقول لكم تبارك الله عليكم وشكرا. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.